والتوزيع تقدم هنفضل نتكلم عن يحيى طول الليل؟ ايه اللي حصل عشان تتغيري بالشكل ده؟ مش عارفه،
بس يمكن احساس من جوايا ان انا بعمل حاجه غلط. تفتكر مين ممكن يكون ورا اللي بيحصل ده كله؟ عندي شك في واحد بس مش متاكد منه. بذمه امك يا اخي، امك دي تتحب؟ انا ابنها على فكره. ما انا عارف وبقول لك لا. انا عايز افهم ماسك القضيه دي ليه؟ فهموني. مفيش فهموني يا حازم، قلت لك 100 مره دي مجرد خدمه طلبت مني لحد من المعرفة. البنت فين يا غادة؟ مش في اوضتها. هتكون راحت فين يعني؟ وكمان مفهماك ان انا اللي موصلها؟ انا لوحدي وانت طول الوقت بره، وانا طول الوقت قاعده مع واحده مش حاسه بيا ولا حاسه باللي بيحصل لي. تقومي تخرجي لوحدك. لا، مجد عنده حد بايت الفتره دي، ما اظنش مش هينفع ننفذ دلوقتي. اصل انا مش فاهمه يعني هيفيدكوا في ايه في التحقيقات؟ انا بكلم منى ولا لا؟ اصلها حاجه غريبه بصراحه، يمكن خالد البرنسي ده بيشتغلنا وما يكونش شغال امين شرطه في القسم اصلا. امال بيجيبني من العربيات المسروقه من المحاضر الزقاله؟ يعني بيه خالد البرنسي ده ممكن يكون اي حد غير انه الامين. القضيه اللي اتحكم فيها حسين هي قضيه اتحكم فيها حد تعرفيه كويس، وتقريبا هو الوحيد اللي هيقدر يوصلنا لحسين. ايوه مين يا دكتور عمر؟ فريق حضرتك. بيتزا يا مدام. وات بيتزا؟ وليه يا ابني تطلب اكل؟ ما في اكل حلو جدا في البيت. مش عاجبني. طب تعال تعال اقعد معايا شويه، تعال خلي اوضتك المقفوله دي تتهوى. تعال. عامل ايه؟ كله كويس؟ تمام. عرفت ان ايتن سابت البيت وراحت قعدت عند عمك؟ هي غدا قالت لي. طب وهي عملت كده ليه؟ مش عارف، بتقول ان هي مش مستريحه. اصلا غدا بقالها فتره مش مظبوطه، ما بقتش فاهمها. غدا دي اصلا طول عمرها موديه. قولي، باركت العلا؟ ابارك لها؟ ابارك لها ليه؟ علا اتخطبت. ايه؟ رايح فين؟ انت مش وصلت اللي انت عايز توصليه؟ خلاص خلص الكلام. خلص ايه بس يا ابني؟ هو انا ما اعرفش اقعد اتكلم مع ابني وارتاح كده وافضفض؟ يحاول الله يا رب. انا طلبت منك معلومات اهم من كده بكتير. كل اللي انت جايباه ده عادي موجود على النت، ما تتعبي معايا شويه. في ايه يا ابني؟ ده فايل واحد بس، انا مقسمه كل اللي لقيته ده فايلات. عملت لك فايل عن حدث الاغتيال لوحده، وعملت فايل عن معلومات شركات نور الدين، وعملت لك فايل بقى كده علشان كل الحاجات اللي اتكتبت في دار الشرق، الاخبار، المؤلفين، الكتب. مش كفايه كده؟ كل اللي انت جايباه ده انا جبته قبل كده. فين المعلومات اللي عن اخبار عمليات امن الدوله في اخر التسعينات واوائل الالفينات؟ فين؟ انت فاهم انت عايز مجهود عامل ازاي؟ دي كده ما بقتش خدمه، ها؟ ده كده شغل، وانا مش هشتغل 10 ساعات ببلاش. بس 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 بس. الو دكتوره سلمى، ازاي حضرتك؟ بكلمك من فتره ما بترديش فقلقت. طيب الحمد لله. اخبار ميعادنا مع يحيى بايه؟ نعم. ازاي يعني؟ يعني هو شايف كل المعلومات اللي انا جبتها دي ما فيهاش حاجه مهمه؟ اه طبعا عندي معلومات تانية وتفاصيل تانية تهمكم جدا، بس مش هينفع للاسف اقولك عليها دلوقتي. هرتبها بس مع نفسي الاول وهرجع اكلمك تاني. اوكي شكرا، مع السلامه. اللي واطيه واطيه. ايه رايك؟ اي كلام. الواد ده ما عندوش حاجه، هو بس عايز يبان لنا ان هو مهم وعنده معلومات عشان يوصل لنا ويعمل معانا حوار ينشره. استاذ عبد العليم قال لي نفس الكلام. طب المهم خلينا في حسام المترجم، هنوصله ازاي؟ هيبقى
حكايه انه طلع يعرف عمر دي عقدت الحكايه على الاخر. خلاص انا ممكن اجي معاكي واكلم عمر بنفسي. لا لا دي اخر حاجه ممكن نعملها. انت بالذات ما ينفعش تظهر في الصوره معايا خالص. انا بالذات ليه؟ بص يا يحيى، عمر كان مسجون سياسي اتحكم عليه بسبب قانون التظاهر. تخيل معايا بقى رد فعله وانا رايحه اقابله عشان اساله على زميل ليه هربان من قضيه هو كمان، ومعايا بقى ضابط في امن الدوله حتى لو كان ضابط سابق. اصلا عمر عنده مشكله في حياته، الوسواس القهري هيجننه وكل حاجه بيفسرها عن طريق نظريه المؤامره. الموضوع مش سهل كده. طيب هتصرفي ازاي؟ هستنى لحد ما صدمه الخلع تخلص وبعدين هكلمه. سلمى خلي بالك الوقت مش في صالحنا. حاضر حاضر هكلمه بكره وربنا يستر. انا هدخل انام. انت كمان لازم تنام، انت ما بتنامش خالص. لا انام ايه، انا لسه عندي شويه حاجات عايز اعملها وكمان عايز اعمل كام تليفون. ماشي بس حاول ما تتاخرش. تصبح على خير. انتي من اهله. ايوه صالح انت فين؟ ايوه يا بيه انا في اسم البوليس، هعمل محضر وابلغ سعادتك. مع السلامه يا فندم. السلام عليكم يا باشا. عليكم السلام. احنا بلغنا عن سرقه عربيه من يومين ومعايا رقم المحضر. تمام خير، ولقيتوا العربيه؟ لا، في واحد اتصل بيا بالتليفون وقال لي ادفع 20,000 جنيه ويرجع لي العربيه. نصيحه مني يا عمنا، حاول تفاصل معاه عشان ترجع عربيتك. يا سعاده الباشا، اللي حصل معايا ده عايز اثبته في محضر رسمي. ولا هيقدم ولا هيأخر، طالما الواد اللي سرق العربيه وصل لكم حاولوا تتفاهموا معاه بدل ما يقطع العربيه وبيعها في الوكاله ومش هتلاقوها. ريحني يا باشا الله يخليك، واثبت لي ده في محضر واكتب لي الرقم كمان في المحضر. خلاص 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 براحتك، هات هات. فين النمره؟ اهي يا سعاده الباشا، اخر نمره دي يا سعاده الباشا. اللي اخرها 5-4 دي. ها عملتوا ايه؟ دفناهم الله يرحمه. الله يرحمه، الله صعب عليا الواد ده، هو كان واد سوي صحيح بس كان عامل ونس للاسم. ربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين جميعا، خير يا سعاده الباشا. ده الواد اللي ماسك البوفيه، هو ابن عمه النهارده عملوا حادثه وتوفوا. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب تعال عند ياسين. حاضر يا سعاده الباشا، عارف انا لو اعرف عنوانه اروح اعزي، انا صاحب واجب يا سعاده الباشا. ايوه يحيى بيه، عملت محضر وكتبت الرقم في المحضر. ايوه سعاده الباشا. لا الشريحه والموبايل في جيبي مش هيغيبوا عني لحظه واحده، ناقص بس ان خالد البرنس يتصل بينا. بقول لك ايه يا سعاده الباشا، في حاجه حصلت لازم ابلغك بيها، وانا بقول لامين الشرطه يعمل لي محضر. صدفه غريبه، وطبعا العربيه اللي خبطتهم من غير نمر او مسروقه. ايه، ما حدش لقط النمر اصلا؟ طيب جبت العنوان؟ كويس، خليك انت زي ما قلت لك وسيب لنا الموضوع ده. مع السلامة. دكتور أحمد اتفضل. على فكرة حضرتك أنا جاي قبل دكتور أحمد ما يدخل وقبل كل اللي قبل دول ما دخلوا. أنا آسفة حضرتك، جاي من غير ميعاد سابق، والدكتور عاطف عنده السكجول مليان النهاردة. سكجول إيه؟ واضح إن حضرتك مش عارفاني. أنا دكتور عمر سليم. أهلاً وسهلاً. أهلاً بحضرتك. أنا كنت شغال معاكوا هنا في الشركة وخدت أجازة سنتين بدون مرتب. لو سمحتي بعد إذنك خشي بلغي دكتور عاطف إن أنا رجعت وعايز أقابله. حضرتك أنا بلغته بالفعل. الدكتور قال لي ان حضرتك تستنى لحد ما المواعيد السابقه ما تخلص. ايوه يعني المواعيد السابقه دي بقى المفروض هتخلص امتى ان شاء الله؟ انا بقول عمر. عمر سليم ازيك عامل ايه؟ جيت هنا امتى؟ الحمد لله. ازيك يا عادل عامل ايه؟ انا هنا يا عم بقالي ساعتين وعايز ادخل ابلغه ان انا ارجع الشغل بقى ومش عارف ايه، مش عارفاني ولا ايه الموضوع. طب تعال انا عايزك شويه. تعال. في ايه يا عم؟ انت عارف انا بعزك قد ايه يا عمر صح؟ اه الدخله دي واضح ان في مصيبه عايز تبلغها لي. قول لي
اترفدت من الشركه. ايه انت فاهم، واكيد كنت متوقع ان حاجه زي دي هتحصل طبعا، والسبب القانوني ان انت انقطعت عن العمل بدون اي اسباب. انقطعت ايه يا عم؟ انا واخد اجازه رسمي. مفيش ورقه بتقول كده. وطي صوتك يا عمر، انا لما نزلت للشؤون القانونيه اكدوا لي ان انت ما قدمتش اي حاجه تثبت انقطاعك عن العمل. ده اسمه ايه؟ ده بقى اسمه كدب، اسمه تزوير. انا لازم ادخل افهمه اللي بيحصل. ايه ده يا عمر؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اعمل لك كوباية شاي. عايز 50 من ايديك الحلوة. عناية الاثنين. اخبار الشغل ايه؟ تمام؟ فضل ونعمة من ربنا. الهي يبارك له. سياح يا بيه. على فكرة موصى عليك بنفسه. ربنا يعلي مراتبه كمان وكمان. قال لي معلش يا عم عشري، يعني حضرتك في مقام ابويا يعني، وكنت عايز اطلب منك حاجة بس مكسوف. لا انا زي ابوك. قولي. ما هو يعني انا اصل عماله من صباحيه ربنا واقفه على الفرشه وابص يميني وشمالي ولا مؤاخذه يعني مش لامحه حمام. اخ فاتتني دي. لا بصي، في مكان هناك للرجاله. لا لا ده مش تروحيه. بصي في بلوك مقفول ممكن تروحيه وتاخدي راحتك هناك. طيب ماشي. انا مش هتاخر بس والنبي هناك على الفرشه لحد ما. عينيا عينيا. تسلم عيني. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. ازيك؟ تمام الحمد لله. عايزاني اعدي عليكي في ايه؟ لا معلش يا سلمى، مش هينفع. انا مش هينفع دلوقتي. مش هينفع مش هينفع. ما مش كل حاجه على مزاجك يا سلمى. مش عندي يا ستي، مش عندي ولا حاجه. عندي مواعيد كتير، عندي شغل كتير قوي. ماشي، بكره ان شاء الله اعدي عليكي في العياده. اوكي ماشي، سلام. دور حبيبي ترى واخر ترى دور فين وقال حمام اما براوة. مين هنا؟ مين اللي جوه؟ انا غريب. غريب مين؟ وبتعمل ايه عندك؟ انا شغال هنا بس هم امبارح نسيوا وقفلوا عليا الباب. ما تعرفيش تفتحي لي من عندك؟ ده مقفول بقفل. استنى اما انده لك حد. طب اسمعي بس اما اقول لك. اسمعي، شوفي كده عندك حته حديده ولا عتله وكسري بيها القفل وافتحي الباب. عندي. هو انت مش عايزني انده لك حد ليه؟ يا ده الحظ المهبط. من دون المكان كله ما لقيتيش غير المكان ده. الحمد لله اللي انا لحقتك. في واحد محبوس جوه يا عم عاش عايزنا نخرجه. ده غريب. غريب مين؟ بيعمل ايه جوه؟ هان عليك العيش والملح يا غريب، عايز تخرج؟ معلش بقى يا عم عشري، امر الله. محبوس ليه ده جوه؟ ده واحد من عمال سرق حاجه ويحيى بيه حبسوه هنا. طب ما يسلموه للحكومه. يحيى بيه حكومه في حد ذاته. بقول لك ايه، تعالي بعيد بعيد بعيد. طب انا كنت عايز اخش الحمام. يا ستي تعالي تعالي، ما تدنيش بلا هي. هاديك انت الحته اللي انت عايز تروحيها. أيتن أيتن يا أيتن. نعم يا جد. أنا ميت من الجوع، مش لاقي حاجة لأكلها. نعمل إيه؟ صدقني يا جد أنا ماليش نفسي آكل. أيوة بس أنا ليا نفسي آكل يا حبيبتي، وميت من الجوع كمان. إيه هنفضل صايمين كده على طول؟ مش لاقي غير كيس الرز ده وعلبة التونة دي اللي غالبا انقضى عمرها بقالهم 100 سنة كمان. اسمعي، إيه رأيك ننزل السوق نشتري شوية حاجات نرجع نطبخها هنا؟ ناكل أكلة تمام التمام. طب احنا ممكن نطلب دليفري. لا لا لا، دليفري ايه؟ انا ما بحبش الاكل السايد بتاع الدليفري ده. لا احنا ننزل نشتري حاجة زي ما قلت لك نطبخها وناكلها. وبعدين انتي محتاجة تخرجي شوية عشان تفكي برضو، مش كده حبيبي؟ ماشي يا جد. يلا بينا.
يلا بينا يلا بينا يلا بينا. اتفضل. باشمهندس ماهر. عايز ايه؟ انا غلطت فعلا. بس انا والله ما كانش قصدي اللي انت فهمته. يا باشمهندس انت فاهمني غلط. انا لما لقيتك مش قابل مني كلمه احبط فقررت اعزل نفسي. على الاقل يمكن افكر وانا لوحدي. انت عارف يا هشام المهندس اللي انت جيت بداله مشي ليه؟ عشان كان بيعمل نفس اللي انت بتعمله دلوقتي. معناه وعارف مين اللي مشاه؟ ناهد. ناهد هي اللي مشتها. خلي بالك من نفسك يا باشمهندس. يبقى احنا ايام مامتك وهي في سنك كانت زي كده بالظبط، نروح نشتري العيش على المرجع البيت تكون كانت العيش من اوله لاخره. يا مامي فعلا كانت بتحب العيش بحب قوي. وانا طالع لها انت فعلا اتخطبتي؟ هو في فعلا حد كلم بابا من كام يوم؟ اتخطبتي؟ هتفرق معاك في حاجه؟ احنا مفيش بينا اي حاجه على فكره. احنا مجرد صحاب. وانا عمري ما بينت حاجه تانية غير كده. ولا حتى انت. هو ده اللي مضايقك؟ مين قال لك اني متضايقه؟ شهاب خرجني من اي صراع بينك وبين مدام نهد. عشان الوحيد اللي هيخسر هو انا. طب لو قلت لك اني بحبك. بجد؟ بتحبني بجد؟ بحبك يا علا. احنا نعرف بعض بقالنا قد ايه؟ شهرين ثلاثه؟ ده وقت كافي على فكره بالنسبه لي ان اي اتنين يحبوا بعض. بس انت بقى امتى قلتها؟ لما حسيت ان الكلمه دي هتضايق مدام ناهد. عشان انت لو حسيتها قبلها كنت قلتها لي من زمان. هو انت فاكره نفسك كده انك فهماني وانك خلاص قدرت تحللي شخصيتي واني هبدا اتغير واكون انسان جديد والكلام الفارغ اللي الواحد بيسمعه عمال على بطال ده؟ نهائي. انا بس عاوزاك تفهم ان انا مش عاوز اخسر. انا مبسوطه باللي وصلت له وراضيه بيه جدا. شهاب أنا مش عاوز أخسر كل حاجة. عن إذنك. البس الهدوم دي. إيه ده يا باشا؟ البس بسرعة. حالك يا باشا. هو أنا مش هتضرب النهاردة ولا إيه يا باشا؟ أنت بتقول إيه يا لا؟ أصل يا باشا كل ما حد يدخل لي يضرب فيها شوية. فجديدة يعني حكاية اللبس دي. امبارح عم صالح الله يستره روقني يا باشا. هو انت يا باشا تبع الحكومه؟ اصل الكف اللي خدته امبارح من عم صالح تحس كده انه متربي في الداخليه يا باشا. طب اخلص بسرعه مفيش وقت. هو احنا رايحين فين يا باشا؟ انتوا هتعدموني ولا ايه؟ رايحين مشوار. مشوار فين يا باشا؟ عزا. رايحين نعزي. عزايا؟ هستناك بره. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك في حالك يا باشا. أنا خايفة قوي يا طارق. زيارة الضابط ليا في البيت بصراحة مش مريحاني. إيه التوتر اللي أنت فيه؟ يحيى متهمني اتهام مباشر. والنيابة هارتني تحيات. وأنا مش في ربع توترك. أقول لك على حاجة وما تزعلش مني؟ قولي. أول حاجة جت في بالي لما الضابط جالي البيت إن حد شافني وأنا بقابلك وإن هما ممكن يوجهوا لي اتهام إن أنا شريكتك. أنت بتلبسها لي بقى؟ إيه المشكلة لما يشوفونا مع بعض؟ وإحنا في السر؟ إحنا بنتقابل في مكان عام. أنت عارف كويس قوي إن أنا ما ينفعش حد يشوفني معاك ولا ينفع أقول لحد إن أنا بقابلك لظروف كتير قوي أنت عارفها كويس. يا غدا حبيبتي ضغوط الحياة وقرفها لازم كده كل شوية نقابل بعض نتكلم مع بعض وشنا يبقى في وش بعض نقوم بقى من القعدة نواجه الحياة وضغوطها حاجة حلوة وجميلة يعني عادي. لا مش عادي ومتهيالي قلتلك قبل كده ان انا حاسة بالذنب ان انا بقابلك. احساس ان انا بسرق طول الوقت ده احساس مضايقني
واحساس ان انا بعمل حاجه غلط احساس مضايقني اكتر. وبصراحه بقى اتهام يحيى ليك مش مريحني وموترني جدا. يحيى ده مجنون. يحيى مش مجنون يا طارق. انت مصدقه الاتهام ده ليا؟ انت بتهرجي بقى. مع السلامة. شكرا يا سعيد. شكرا الله سعيد. قول الله. شكرا الله سعيد. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. شكر الله سبحانه. صدق الله العظيم. عايزك تبص في وشوش الناس اللي قاعده دي، لو شفت خالد البرنس او حد شبهه قول لي. حاضر يا باشا. الراجل اللي سلمنا عليه في الاول يا باشا شبه البرنس قوي. شكر الله سعيك. اللي هو جاي علينا ده. شكر الله سعيك. شكر الله سعيك. تقال الله. شد حيلك. شد على الله. مصيبه وحلت علينا يا باشا. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل عادي. محمد اخويا زي عادته الصبح خرج هو وعبده بالمكنه ولسه طالعين الطريق عربيه قامت طصاهم. لا اله الا الله. محمد رسول الله. والله زي ما بقول لك كده يا باشا. السواق مش عارف يعمل ايه، حب يهرب قام لافف وراجع تاني قام شايلهم. يا ساتر يا رب. ده ايه ده؟ ما عندوش قلب. اعمى البصيره بعيد عنك. معلش انا كنت اعرف محمد الله يرحمه. ياما عمل لي خدمات كتير في الاسم. حد من العمال عندي عايز فيش وتشبيه كان يعمله. ورق كان يخلصه. الله يرحمك يا محمد. الله يرحمه. ده كان بيخدم الكبير والصغير يا باشا. محدش طلب منه حاجة لما قضاها له. الله يرحمه. عارفه عارفه حبيبي. عارفه هو خالد البرنس. ياما خدموني في الاسم. خالد البرنس. عدم المؤاخذة أنا أول مرة أسمع الاسم ده. يمكن حد من الاسم أنت ما تعرفوش. بقولك خد رقمي خليه معاك. لو عزت أي حاجة تكلمني على طول. أنا تحت أمرك. ما أنا زي أخوك برضو. ده شرف لينا يا باشا. 012-357-26-325. شكر الله سعيكم يا باشا. طب بالإذن أشوف الناس بقى كده في العزم. بقول لك إيه؟ أنا عايزك بقى تاخد بالك من نفسك عشان أنت مش عاجبني. أخويا يا باشا وربنا ماليه غيره. لا إله إلا الله. معلش معلش. لا إله إلا الله. تشد حيلك بقى وتجمد بقى. شد على الله. ونعم بالله. يلا بقى عشان تشوف الناس. شوف الناس بالإذن. شكر الله سعيكم. شكر الله سعيكم. بص في الصور دي كده. خالد البرنس منهم. انا عايز ده موبايلك يا راجل. اخلص يلا. هو ده يا باشا خالد البرنس. انت متاكد؟ اقسم بالله يا باشا هو ده البرنس. تعالى. او اتخطف اهو. راح بقى مع اللي راح. ربنا يخليك لينا يا عم احمد. عمهم الموبايل بتاعك وقع منك. يا سبحان الله. ربنا يخليك يا باشا. سبحان الله. شايف الموبايل مفتوح على ايه؟ صورتي انا ومحمد. الله يرحمه. البقاء لله. شد حيلك. شد على الله يا باشا. غفر الله ذنبك. مستر طارق. نعم. آدم مش عاوز ياكل. امال انا جايبك هنا ليه؟ هو انا اتصلت بالدكتور وشرحت له وهو قال ان آدم محتاج ان كتبوا مع بعض اكتر. هو مش اتغدى؟ اه. خلاص الحمد لله. حاولي معايا ولو مرضيش انا هحاول معاه بعدين. حاضر.
ارمي شريحة الموبايل اللي معاك وانسى موضوع خالد البرنس. وصلت له. طلع الواد بتاع البوفيه اللي في الاسم. هو ابن عمه مدورينها. مفهمين العيال اللي بيسرقوا العربيات ان واحد فيهم امين شرطي. العيال دي اتصفت. مش حادثة. طب هكلمك تاني. يا نهار ازرق يا باشا. يعني كل ده بيشتغلونه ومفهمنا انه امين شرطه في الاسم. والله العظيم يا باشا كان بيقسم معانا كل الفلوس اللي بناخدها. يلا بقى الله يكحمهم مطرح ما راحوا. انزل. انزل؟ انزل اروح فين يا باشا؟ خلاص ما عدتش محتاج منك حاجه. خالد البرنس وعرفت سكته. يا باشا يعني انا لو قلت لك انا مش عايز انزل عايز افضل معاك يعني. لا انا اخويا. يا باشا انا شكلي ملطوط لطه كبيره ما يعلم بها الا الله. لو نزلت من العربيه دلوقتي يا باشا هتسجن يا هتقتل. وانت عارف يا باشا اللي زي ملوش ديه. وانما يا باشا ابوس ايدك خليني معاك. ربنا يستر طريقك يا رب. يا باشا انا من ايدك دي لايدك دي ورقبتي سداده. يا باشا انا من زمان عايز اتوب عن السرقه ومش عارف. ابوس ايدك يا باشا خليني معاك والنبي. وانا من ايدك دي لايدك دي. ارميني حتى في موقع البنا يا باشا وانا همشي امور. اخرس اخرس شويه. يا باشا ربنا يسترك ويستر طريقك يا رب. وانا من ايدك دي لايدك دي. انزل يالا انزل يالا. خلاص اوكي خليه يدخل. ادخل. صباح الخير. صباحك فل يا ناهد. ايه؟ اخبار جديدة؟ شفت يحيى عمل ايه؟ اتهمني ان انا اللي ورا اللي حصل لمراته وابنه. اعذره. عادي بقى. والنيابة حققت معايا. ولما سألته انت عملت كده ليه؟ طلب مني طلب غريب جدا. طلب يقابلني قدام الفيلا اللي كان عايش فيها. غريبة فعلا. معلش اعذره يا طارق. الظروف اللي يحيى عدى بيها صعب ان اي حد يعدي بيها. اكيد ده مخليه مخه متخبط. انا لما جيت الشركة دي كان غرضي الشراكة معاكم مشروع المروج عشان نفتح مع بعض صفحة جديدة ونسيب المشاكل الشخصية على جنب ونركز في البيزنس وبس. بس يحيى مش عايز كده. انت عايز تخش معانا ليه؟ يعني أنا سامعة إن شركتك كويسة وسمعتها بقت زي الفل، ما تخش لوحدك. عندك حق. لو أي حد غير الحكومة كنت عملت كده فعلا. عندك مشاكل مع حد؟ لكل نظام ودي رجالته. والناس اللي بيستريحوا لما اشتغلوا معاهم. أنا بقى مش على هوا النظام المرة دي. بص يا طارق أنا مش عايز أشغل نفسي بتفاصيل ومش عايز أعرف حاجة. لكن يهمني انك تعرف ان احنا خلاص حسمنا امرنا وعارفين هنعمل ايه كويس. شوف حد غيرنا. ايه ده؟ يعني بترفضي بقى؟ تشرب ايه؟ لا انا شارب كتير قوي. بقول لك ايه؟ ممكن ابص كده على حاجه عندك في اللابتوب بتاعك ده ونتفرج عليها بقى؟ اتفرجي. طارق اي برزنتيشن هتقدمها لي مش هتفرق معانا. لا برزنتيشن ايه؟ برزنتيشن صح؟ بنطقها صح. برزنتيشن. بس ده ينفع يكون برزنتيشن فعلا؟ برزنتيشن لحاجه جديده خالص. برزنتيشن هيغير شكل العلاقه من شركتنا. اتفضلي شغليها. يلا بس اتفرجي. هتنبسطي قوي على فكره. هتلاقي عليها ملف واحد. لا سوري بالانجلش فايل واحد. يلا اتكلي على الله شغليه. هتنبسطي قوي على فكره. ده فيديو. فيديو. كون ايه يعني؟ خدي وقت كده بقى بالراحة وبعدين ردي عليا. باي باي يا ناهد. باي.